لو الحكاية فيها إن فيتو. شوف كامل، لو اتكلمنا عن النهاردة المؤتمر وأهميته، وأيضا إنه يكون في أخبار سارة وفي أخبار أيضا مؤكدة بأنه يوجد مؤتمر واحد للقبائل العربية ويوجد مجلس قومي واحد. هو طبعا استغل الفرصه دي واستغل الحدث العظيم اللي مصر كلها بتحتفل بيه، انه رجوع سيناء منذ 30 عاما، والنهارده 25 ابريل هو عيد تحرير سيناء. حقيقه عيد تحرير سيناء بيمثل لينا اولا رجوع قطعة غالية من مصر لحضن مصر الأم، وأيضا الاحتفال هذه المرة يختلف عن ما سبقه من احتفالات في 25 أبريل، لأنه سيناء لأول مرة نشعر جميعا أن سيناء بدأ يدب فيها الحياة بعد قرار السيد الرئيس الجمهورية بشق القناة الجديدة، وأيضا التنمية التي نرى بوادرها ونرى المؤشرات الطيبة في زمن قليل جدا في سيناء، على مستوى قطاع الزراعة وأيضا على مستوى قطاع التعدين وعلى مستوى قطاع السياحة. هذا للأمانة الشديدة يعني، فهذا شيء يسعدنا، ولذلك اليوم عقدنا هذا المؤتمر كالمجلس القومي لشؤون القبائل العربية، وهو المجلس الذي نسميه المتماسك، والذي يلتف حوله القبائل فعلا شاء من شاء وأبى من أبى. أيضا المجلس القومي هدفه الأساسي والرئيسي هو الوقوف خلف القيادة السياسية والوقوف خلف قواتنا المسلحة، وأيضا خدمة القبائل، وهو عمل مجتمعي بحث لخدمة أبناء مصر جميعا، وليس لنا أي أهداف سياسية ولا متطلعين لمناصب ولا أهداف يعني فيها نوع من المسيسة.